مكملين معاكم بالاخبار. نمشيو لقبلي. 11 جريح في مناوشات بين زوج قرى البارح، والبارح صارت مناوشات وتراشق بالحجاره بين اهالي قريه زويه وبشري البارح، والمناوشات هذه ادت الى اصابه 11 شخص، تم نقل المستشفى المحلي بسوق لحد. تعود اسباب المواجهات بحسب مصدر امني بين طرفين الى نزاع على ملكيه ارض بين زوج قرى. ارادوا اهالي زويه توسيعه المقبره فيها. وصلت دوريه مشتركه من الجيش والامن المكان بعد اندلاع المناوشات في مسعى للسيطره على الوضع. معناها كانه رجعنا كما قال بورقيبه كالعام، نرجع الى ما قبل الحمايه، نرجع لك النعرات القبليه. خلينا نقول هو والله ثم اشكاليات، هي الدوله اداه ضبط اساسيه في المساله هذه. اولا هذم الناس مطالبين بمقبره ما عادش تنفع، ما عادش ترفع المقبره، وتعرف ان المقابر معناها من اختصاصات الدوله، معناها التربات تنحت من عام 73، ما ثم تربات عائليه، ثم كذلك وقعت مشاكل في التسعينات، وبعدها وقع قانون جديد وعلى اساسه انه ما تنجم تعمل مقبره كان الدوله، وثم اداره شؤون المقابر تبع البلديات وزاره الداخليه وغيره. دونك سكروا هما الكياس، دخلوا في مناوشات مع جماعه، اكيد ثم مشاكل اخرى. قبل اونكور اون فوا غياب الدولة يؤدي إلى الانخرام. بورقيبة كان يحكي على لو ديمون دي نوميد الانقسام، ومعناها التهافت على بعضهم البعض العباد وغيره. اوروزمون بون يايو دوريات جات داخلية، والجيش جوستومون العسكري دخلوا باش فرقوا بين الجموع، ما ثم 11 مصاب على الأقل، وإن شاء الله ذاك حد الباس. سي فغي كو معناها ولات الظواهر موجودة ما كناش نسمعوا بها قبل، وتعرف للتعليم والنقابة وغيره في تونس والاسانسور سوسيال ذوب فروقات القبلية والعروشية وغيره. بقى قاعدة مسائل جهوية في فترة ما اللي هي موجودة في أغلب البلدان في العالم، لكن يبقى أنه حالات كما هذه وتخرج معناها ديفيان يرونغان، وتخرج ديفيان معناها غل قديم ونقم قديمة دفينة تخرج وتؤدي إلى المصايب هذية. إن شاء الله معناها يدخلوا السلطات في أقرب وقت. بيان سور لدى المقابر مهمة جدا جدا، تعرف الاسلام طقوس الموت اهم حتى من طقوس الحياه. في هذا انا نطرح سؤال، وين ادوات الضبط؟ وين الدوله؟ وين المرشد الاجتماعي؟ وين كذلك الامني اللي نجم يكون متحفز ويشوف؟ البارح فورغون بلندي كاريمون يفكوه معناها في قلب العاصمه في القرمروج. اي شفت 160 مليون. اي معناها وتشوف كيفاش افتعلوا اكسيدون، بعد ما افتعلوا اكسيدون هزوا هذاك، ومن بعد حلوه وهربوا به، وهي شركه خاصة مفروض تكون عندها حماية وعندهم معلومات ويترصدوا عندهم مدة. يعني مسائل تبين وأنه ثم غياب زاد كذلك لمنظومة الاستخبارات والمنظومة الأمنية ومنظومات معناها. سمحني، فما دي بروتوكول يتبقوا في ليزاكسيدون مش قاعدين يتبقوا فيهم؟ تتفكر مرة أخرى معناها ساعات تطيح كهرباء أون بان، تقف سيركولاسيون في مدخل تونس، معناها في دخل تونس ولا في مشاو في كذا ولا في حمام النمف ولا في جرومبالي ولا غيره. دونك هذه اشكاليات كبيره بكل صراحه. الضعف هذا الكبير اللي قاعد يسير على مستوى السلطه المحليه، العمده والمعتمد والجماعه ما عادش موجودين بالشكل الكافي وبالشكل معناها اللي مفروض، انه كذلك استشعار المشاكل من قبل ومحاوله القضاء عليها. هذا يطرح تساؤلات حول اداء وزاره الشؤون المحليه. بون سي الشاهد مرحبا به، الرجل معناها عنده مؤهلات يعترفوا له بعديد المسائل، لكن يا اخي الخصال هي ممارسه، سي ان اكزرسيس ماهيش تابلو تعلق ولا ديبلوم تحطه في الدار، نو هي ممارسه يوميه. وعلى هذا المستوى بكل صراحه لو كادرياج وتريتوار ناسيونال وكذلك الاخذ بعين الاعتبار لطلبات الاعباد، خلي ما تاديش الى المشاكل هذه. الشيء هذه ما هي الا ومات خبيثة نتاع وضع اجتماعي مشحون. اكزاكتومون هذا هو. لكل ان شاء الله كما قلت انت صوت العقل هو اللي يغلب. صافي ما عادش نسمعوا بهم الممارسات هذيا، والدوله تقوم بالواجب نتاعها. الدوله اللي غايبه كما غابت في قرقنة وعندها سنين غايبه في قفصه، هذول وين يجي وزير مكلف بالحوض المنجمي ولا بالملف نتاع الفوسفات الا ما يبلبزها؟ البارح
احتجاجات كبيرة على تصريحات وزير الطاقة، معناها عمال شركة البيئة يغلقون المقر الإداري لشركة فوسفات قفصة في المظلة، ويقولوا بأنه تصريحات وزير الطاقة والمناجم في مجلس نواب الشعب اللي أعلن فيها على التزام الوزارة فك الارتباط من شركة البيئة وشركة فوسفات قفصة، نفذ البارح عدد من العمال وقفة احتجاجية، وقالوا بأنه 5000 عامل باش يتحالوا على البطالة في صورة تنفيذ ما وعد به سيمونجي مرزوق. يظهر لي إذا سيمونجي مرزوق ماهوش ميلي بلاستو في سونس دي تيرم، شفنا أداءه الضحل في بتروفاك، وها أونكور أون فوا اليوم يثبت معناه الفشل نتاعو في الملف المنجمي. وي وبالحق هو انسان عقائدي، شفناه معناه في صراعات وفي عركات هامشيه كيفاش جبد وقت يدخل بالباسابورت نتاعو الفرنسا دخل بالباسابورت الاوروبي وقتها معز جودي كيفاش هو رد عليه وغيره. انا نراو انه امينيستر سافي دو بوليتيك افون تو اي دو بوليتيك غوفرمونتال، لا بوليتيك بارتيزان ولا غيره، مش سياسه حزبيه بقدر ما سياسه حكوميه. تنجم تكون عندك اثاق حزبيه كاسكيت حزبيه تسميت على اساسها، هو من جماعه النهضه القدم مشد قبل في حكومات سابقه وقت الترويكا ورجع توا، لكن عمل مشكله كبيره بولا مع اهالي قفصه، وهما نفسهم يقولوا معناها ما ثماش دراسه اجتماعيه كبيره وقعت، وثم 5000 عامل ممكن يحلون معناها على البطاله ديريكتومون بفك الارتباط. بون ريست فيريفي معناها، اما المساله وانه الاكيد وانه لي رولي سوسيو اونكور اون فوا نحكي عليهم ما خدموش. تعرف اللي قفصه منطقه قديمه عريقه فيها عائلات كبيره، فيها عائلات سياسيه كذلك، فيها انتماءات اولى النقابات خلقت غادي فيها دو جروب دو بريسيون من اولى النقابات، من اولى النقابات أكيد من أولى. محمد عبد الحامي مشى الحوض المنجمي كي تقرا في العمال تونسيون ذو الحكي النقابي مشى حتى غاديكا، ومعناها لقى سوافا ولقى طرابلسيه ولقى جماعه وكفروهم جماعه وقالوا هذا الشيوع وغيره، وهو قال انتم مسلمون، قالوا نعم، قال ان الله لا غير من قبل حتى غير من بانفسهم، ولقى مشكل داير بين سوافا وجماعه قليل ومشى حل المشاكل بيناتهم بيان سور. وكي تقرا في ديكلاسي على جينا شخصيه الدبنجه كوين هو في الحوض المنجمي، معناها بالقفصه كانت تاريخيا يلزمك تعرف اللي الحوض المنجمي ما كانش موجود، يعني الحوض المنجمي توجد بالفوسفات، ثم مدن ما كانش موجود، متلوي ما كانش موجود، المظلة ما كانش موجود، قفصة موجودة، أم العرايس، مول العرايس يقولوا فرنسيس ما كانش موجودة، كاف شفايل ما كانش موجودة، هذوما الكلهم المدن تكونت بعد الحرب بعد اكتشاف وقت الاستعمار الفرنساوي، وكانت بطالة كبيرة وثم مصادرة نتاع الفلاحين وقعت في عديد المناطق، كان اللي حب يخدم عنده زوج اتجاهات يمشي له، إما يجي دخل المعنوي على الفلاح يد العام لا فلاح فلاحية وقت يمشي دخلة المعنوي والا يمشي الحوض المنجمي، والحوض المنجمي معناها فيه ناس جاو من الساحل وفيه ناس جاو من عين دراهم وفيه ناس جاو من طرابلس فيه ناس جاو من الجريد، معناها عليك تلقى ثم بارفوا مشاكل عروشيه ومشاكل جهويه ومشاكل قبليه توجدت. السلطه كما قلت لك محمد علي الحامي مشى غاديك عام 24 وحل المشكله ديجا كانت موجوده بيناتهم. بورتو دير اللي وقفصه كذلك مدينه عريقه كقفصه، لانه الحوض المنجمي معناها المظيله ورديف وما العرايس والمتلوي ومناطق اخرى زاده موجوده اللي يحصلوا فيها الفوسفات وغيره، لكن قفصه مدينه من اقدم مدن التاريخ ويحكيوا على الحضاره القبسيه في العالم اجمع لا سيفيزاسيون كابسيان، واعطينا حتى ثم امراه قفصيه كانت ملك فرعون مره واحده في 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 مصر. دونك وقفصه قديمه ياسر، ومعناها التعامل مع الشان هذاك ماهوش سهل. من عام 2008 هو بن علي وين دقدق دقدق في قفص ما عرفش يتعامل مع الحوض المنجي. من عام 2008 ثم مسؤولين ما دخلوش القفص لحد الان، بعض المدن نحكي كيما باغ اكزومبل الرديف ثم اشكاليات كبرى موجوده. وهنا الوزير مره اخرى يذكرنا بوزاره ترويكا وقت اللي مشاو طردوه ما قبل وقتها كان خليل الزاويه باعتباره كان في لجنه الدفاع الحوض المنجمي وغيره، ثم فيما بعد تقلبت الامور ولا ما عاد يقبلوا حتى حل عليه، على خاطر يحسوا بالغبن، يحسوا بالظلم، يحسوا بالتهميش. القفص يعني شعب عظيم واهالي الحوض المنجمي ناس معناها يستحقون الى متى معناها هادو سي هذايا فاتخيني سورتو وقت اللي ميش تونكو تو نا با دو بوليتيك تونكو تو نا با دو جون اللي يعرفوا تو انت تقول لي ما ثم قبائل وثم عشائر وثم عباد وثم فوزول دوبينيون وثم نقابات وثم جروب دو بريكتيون وثم مقاهي وثم بيرسون ريسورس وثم احزاب وثم تيارات وثم جمعيات، الكل هذيك تاخذ بعين الاعتبار من العمل السياسي شنو هو هكاك اجا يصدروك وقعد كيما المالتي وشريكو بنكين متصدرين وبحذكم الحنانه والمنانه مش سي با سا، وعندك عندك ان دوسي تدرسوا
تعمل دراسة مشروع باش تعمل دراسة لتود دو فيزابيليتي انتر اوتر سوسيال. انت تشوف تحصيل عباسي صالح قال انا مشيت وقابلت كريستينا قال وقالت لي مش نعطيكم كذا وكذا كذا وقلنا لها انا واحد اخر راهو ثم احدى بلاد اون ترانزيسيون ردوا بالكم وقالوا جا حكى هنا لي ريسبونسابل العهده تاع المراوي والناس ما خذتش هذاك بعين الاعتبار حتى بور كونتراكتي ان بري ما حضروش ان دوسي بيان فيسلي اللي هو تمشي تطرح شنو هي لوتود دو فيزابيليتي؟ شنو لوتود دو براتيكابيليتي اون فان دو كونت؟ هل انه قابله وقت قال هو فيابل فيابل يعني قابله للتجسيد فيابل وين يحلو فيها العيش لا فيابيليتي كما يقولوا نعملوا فيابيليزاسيون تشري ارض انت اش معناها فيابيليزاسيون تبدل الماء وتبدل الضوء وتبدل هذه الفيابيليزاسيون تعمل طريق قدام الدار شو صار لي تخبر فيابيليزاسيون معناها تشري تيران كبير وتعطي منه شويه باش يعمل لك فيابيليزاسيون باش تقول تجب تدخل كهربتك وتلقى ماده قدام دارك وتلقى ريزون تاع لوناس وتلقى باريزون تريسيتي وتلقى الماء وتلقى البوستاج يجيك الغادي سي سا لا فيابيليزاسيون لا فيابيليزاسيون سي لا روندر فيفابل المشروع باش يكون عنده قابليه للعيش هذه لغه فيابل يلزم يكون كذلك مدروس على كافه المستويات وثم مناطق سخونه اكثر من غيرها ماهيش سهل واحنا مازلنا كي خرجنا من المشكله نتاع الكاف واللي البارح صحوا البروتوكول نتاع الاتفاقات يعني تشوف الاتفاقات اللي عملوها يسون نون سولمون ما كانوش موجود الاوبوزي من اللي عملهم رئيس الحكومه وقت مشات وزاره الكاف قالنا عليه باش يوريك وانه اليوم ثم مشكله نتاع حكومه محليه ثم مشكله زاده نتاع حجره لبعض الاهالي وبعض المناطق وبعض موجود هذا هذا يفسر وانه موجوده هالتحركات وممكن تكبر ويتونكو لي بوليتيك ما حبوش يحلوا المشكله بطريقه سياسيه ويشوفوا اهالي المنطقه واعيان قفصه كذلك الاعيان مش معناها لي نوتابل مفهوم الملكنتية الكبار اعيانها صانعي قرار وادخلوا البيوت من ابوابها انتهى.